البوس في البوس اليوم نحكيو على تصريحات سي خالد شوكية الناطق الرسمي باسم الحكومة. تبيه كل ما يطلع سي خالد شوكية يحكي في وسيلة إعلامية يسكتنا الناس الكل. الكلمة ليك سي خالد. ونحن كل شيء نعمله فيه إلا اللي يلزم نعمله ما عملناش، يعني ما نتحدثوش على قيمة العمل وقيمة الإنتاج وقيمة النظافة. صحيح عندك ألف حق يا راجل، حتى هو ما حاطينك ناطق رسمي باسم الحكومة مش تحكي لنا على القيم. وبعد هذا وزوره إيش بك ما تحكيش على قيمة العمل وتبدأ مع أصحابك في الحكومة مع زملائك سابقا في مجلس النواب. هذا الكل خاطر جبدولك على المحتاجين بتاع قرقنا، هي تعطيهم حلول للأخرى في أنه نرجعوا مستوى العمل في تونس إلى المستوى الموجود في كثير من البلدان، في أنه نقصوا من الشيشة ونقصوا من الفيسبوك ونرجعوا نخدموا على أرواحنا في مواقع الإنتاج وفي مواقع الإدارة، في أنه ننظفوا المدن متاعنا والقرى متاعنا باش نجعلوها أكثر جاذبية. اللي يغلبك يجي حاسبني. أكهو قالكم نقصوا من الشيشة ومن الفيسبوك، أتو تتحل المشاكل الكل. قل لي سي خالد، إخي ناطق رسمي باسم الحكومة ولا تخدم ضد الحكومة؟ بصراحة خاطر تصريحاتك وحدها قاعدة تتسبب للحكومة في أزمات أكثر من الاحتجاجات بيدها. ملا خالد شوكيت من السياسة نمشيو للفن. تي ما قالك مع تبديل الطقس حتى الفنانين يبدلوا سروج. هو حسين عامر ولا هو حسين العفريت في أم تونيزيا قالك جاي وجاب معاه جديد. In my dreams, I see you. الله الله. I feel there is light of you. Go on. سي ليه يا حميد غلط في الإليمون، راك نحب على حسين العفريت مش وقتها توا سيلين ديون. يلا. Wherever you are, I believe in my heart must go on. Once more, you opened the door and you're here in my heart and my heart will go on. يا تي هاو طلع حسين العفريت يغني في ماي هارت ويل جو اون. وش بك حازق روحك يا خاي، ايش قام عليك هذا الكل وهيك الطلعات وهيك النوتات وهيك الصوايط؟ الساعه كان على محليه في السلاميه والاناشيد الدينيه، علي هكا تعمل في روحك يا خاي؟ تعمل في روحك في اللي ما عملوش عدو في عدو؟ حسين العفريت ويغني في ماي هارت ويل جو اون عباره تقول انت شكشوكه بالكراميل. البس اسمه مزيان.